في هذه الندوه الصحفيه اللي بغينا نسلطوا فيها الاضواء على ما حدث باش المواطن الرباطي يعرف الحقيقه ديال الامر. وحنا الا كان رساله يعني نبلغوها فهو انه لا للبلطجه، لا للعنف، ولا لهدم المؤسسات، لان احنا الناس ديال المعارضه دخلوا في واحد المسلسل ديال ممنهجه البلطجه وممنهجه العنف. ما يمكنش نرهنوا مستقبل الرباط وسكنه الرباط ولا واحد الاقليه اللي ما قدرتش تاخذ بالانتخابات وبغات تعرقل الاغلبيه، هذا ما 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 نقبلوش. القبيلات احد الاسئله ما وضحتش مزيان على قضيه التعمير. اولا عندنا واحد سميتو واحد الشباك الوحيد وفيه مجموعه ديال المتدخلين، وعندنا واحد الراي ملزم وهو راي الوكاله الحضاريه. انا كنتحدى انه يكون وقعت شي رخصه ما فيهاش الراي الملزم ديال الوكاله الحضاريه، ولا الراي الملزم ماشي الملزم، الراي حتى الاراء ديال الشركاء الاخرين من السلطات المحليه الولائيه، من الناس ديال السابور بومبي، من ريضال، من جميع المتدخلين. بالعكس انا جد حريص باش يكون راي فيه اجماع. تكون ملاحظات تقنيه وكتشد الوقت هذه لا باس، ولكن واش نكون وقعت ولا رخصه وحده فيها الراي ديالي بوحدي. وانا نقول لكم واحد السر، هذا الوديت اللي احنا خدامين غادي نجبدوا لكم مجموعه ديال الرخص اللي توقعت قبل ما نجي انا لهذا الشيء، واللي ما فيهاش الراي المطابق ديال الوكاله الحضريه، واللي الناس مازال كيحلوا فمهم في المعارضه وكيقولوا كاين خروقات في التعمير. وانا كنعاود نقول تحدي اللي عنده خروقات في التعمير مرحبا، اللي بغى يجود التعمير مرحبا. نقولوا كاين بعض يعني الاخطاء، نقولوا كاين شي ملفات كتعطل، نقولوا هادشي ممكن، وحنا خدامين على الديماتيرياليزاسيون. حنا راه كان بصدد باش نشري واحد لابليكاسيون انفورماتيك باش يمكننا باش المواطن والمرتفق يتبع الملف ديالو ونحاولوا نربحوه يعني شي شويه ديال الوقت. السيد النائب الثاني ورئيس المقاطعه قال لك هاد الدوره فيها 36 نقطه، دوزنا منها اربعه مازال 32 نقطه. كل النقاط تهم المشروع الملكي الكبير ولا مشروع النهضوي ديال العاصمه ديال المملكه المغربيه كلها. اذا واش الانسان اللي كيوقف دوره بامور واهيه وبامور لا علاقه لها بالجماعه، اللي بغى عنده يبغى يعارض مرحبا به يجي يعارض، يناقش مرحبا يجي يناقش، بغى يصوت ضد هذا التصويت مرحبا به، الديمقراطيه تقتضي ذلك. ولكن انك تجي تعرقل وما تخليش الدوره تدوز، ما عنديش شي عنوان الا العرقله ديال هذه المشاريع الكبيره ديال مدينه الرباط.